إذن كما قلت في السابق، نلاحظ أنه فيه ترتيب حسب الأولويات في ميزانية 2007، فبدأت بالتنمية الإقليمية، ثم الزراعة، ثم البيئة، ثم باقي النفقات، ثم المساعدات الدولية. عموما ما يمكن استنتاجه أن الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، مع انتشار المناطق الصناعية في العالم وانتقال الصناعة الأوروبية إلى باقي العالم من خلال مناطق جديدة للتصنيع، لاحظوا أن الصناعة، ما كانت الصناعة في الاتحاد الأوروبي بدأت تتراجع، ولذلك اتضح لنا في هذا الجدول نفقات، ظهرت نفقات أخرى مثل التهيئة الإقليمية أو التنمية الإقليمية والزراعة على القطاع الصناعي. إذن هذا توجه فيما يعرف بالعولمة والسياسة الجديدة التي انتهجتها الدول المتقدمة في مجال التصنيع. أصبحت الصناعة الأوروبية الآن متواجدة في جنوب شرق الصين من خلال المناطق الصناعية الجديدة. شركات كبرى كانت متخصصة سواء في صناعة الإلكترونية أو صناعة الكهرومنزلية أو صناعة الملابس والأحذية، تقريبا هذه الشركات الكبرى مثل أديداس إلى غير ذلك انتقلت إلى أنحاء أخرى من العالم، وبالتالي فالإنفاق على هذه الصناعات عرف استراتيجية أخرى، والتصنيع في أوروبا تراجع نسبيا. هذا كل ما يخص هذا الموضوع. طبعا النهاية تكون عبارة عن خاتمة، إذا خاتمة نثمن يكون فيها تثمين هذه النفقات، تثمين هذه النفقات وعلاقتها باقتصاد الاتحاد الأوروبي. إذن هذا بالنسبة لحل هذا النموذج من السؤال. إذن نتوقف عند هذا الحد لنلتقي في حصة مقبلة في مناقشة موضوع جديد من مواضيع البكالوريا أو نماذج تشبه مواضيع البكالوريا لهذه السنة، وشكرا.